بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص الليزر، سنتحدث اليوم عن كثافة الرتبة الثانية SHI Second Harmonic Intensity Second Harmonic Intensity، وهو من المواضيع مهم جدا، مهمة جدا في عالم البصريات اللاخطية Non-linear optics. طبعا أنا أود أن أفسر معك هذه المعادلة. هي معادلة الموجة الثانية تضمن البلورة، هي عبارة عن K مضروبة بالكاي تربية فيت. طبعا هذا التربية حذر اثنين، مقصود فيها تربية الطرف هذا كاملا. أعتذر عن هذا الخطأ، حذر اثنين لا تعتقد أنه اثنين مضروبة به، اللي هو اثنين أس، يعني أس لهذه. في ال تربية مضروبة بالساين دلتا كي ال، طبعا ال المقصود فيها هي طول البلورة، أو الكي هو العدد الموجي، مضروبة في كثافة الليزر المسلط على البلورة الذي يعطينا الليزر الآخر من نفس البلورة. طبعا شروط تكثيف الموجة الثانية من الليزر، إذا نحن إذا كثفنا هذه، لاحظ المعادلة، قد تستطيع عزيزي أن تفهم ما هي الشروط. أول شرط عندنا الـ I تربيع، يعني كلما زدت من الموجة الأصلية كلما كانت الموجة الثانية أكبر. زيادة الضوء المسلط، زدت من كثافة الضوء المسلط من الليزر المسلط، لو كانت أدق جملة أعتذر عن هذا، لو زدت الليزر المسلط فإنه سيكون ستكون هذه أكبر، لاحظ علاقة طردية. ولكن إلى حد معين، هذه طبعا المفروض أن تكون هنا، لا أدري ما الذي دون أصلح هذا الشيء، لكن إلى حد معين يعني ليست مفتوحة لتسليط الضوء. لماذا؟ طبعا لأنه سيتلف الوسط. في حال زدنا من كثافة الليزر المسلط على النظام، ضوء مسلط على النظام، فإنه أحيانا يؤدي زيادة الليزر، لأن الليزر معروف يملك طاقة عالية وكوهيرنت مترابط بشكل أكبر، فإنه سيعمل على إتلاف الوسط. إذا نزيده ولكن إلى حد كما يسمي عتبة التلف، أو threshold damage threshold كما يقال عنها، دامج ثريشولد. لازم نعرف الدامج ثريشولد الخاص في البلورة ونتوقف عندها عن زيادة الضخ الضوئي أو ضخ الليزر إلى داخل البلورة. طبعا المطلوب الثاني زيادة القابلية الكهربائية للمادة كاي، لاحظ زيادتها. طبعا زيادة القابلية الكهربائية للمادة يعني هي مادة يعني صناعية، مادة يعني ليست يعني مادة طبيعية. أصبح الكيميائيون والفيزيائيون وعلماء هندسة المعادن أقبلوا على هذا العلم بشغف، وأصبحوا يعملون نماذج يعني مزيجا من عدة معادن يعمل على زيادة القابلية الكهربائية الخاصة في المادة أيضا. لحظة، طبعا هنا أنا أصلحت الاثنين، وأنت تربية أرجو أن تكون وضحت لكم. طبعا كما تحدثنا سابقا، الدلتا كي أو التداخل مساوي للصفر، التداخل يجب أن يكون مساوي للصفر، الدلتا كي مساوي للصفر في هذا الطرف. هذه شروط تكثيف الموجة الثانية. وطبعا والإل عندنا الإل تربية تكون البلورة أطول، كلما كانت البلورة أطول كلما استطعنا تكثيف الليزر أو الموجة الثانية التي سوف تصدر من البلور. إذن هذه كانت شروط تكثيف الموجة الثانية من الليزر. طبعا مشاكل متعلقة causes related to the second harmonic generation، تماثل المركز وعدم تماثل. أنا سأتحدث عنه باختصار بسيط جدا. وعندنا هنا طبعا في حال كانت شكلها متماسقا بهذا الشكل البلورة، فإننا نستطيع يعني لو أخذنا ضوء من هنا وهنا بالمنتصف، يكون الضوء من هنا إلى هنا هو نفس المسافة من هذه النقطة إلى هذه النقطة، من هذه النقطة إلى هذه النقطة.
أو من هذه النقطة إلى هذه النقطة. طبعا في حالة عدم توفر هذا الشرط فإنه تصبح البلورة غير متماثلة، مما يعني أنه تصبح العملية صعبة جدا، عملية الرتبة الثانية أو تحصيل الرتبة الثانية في من خلال البلورة. فنطلق على هذه طبعا عملية التناظر المركزي، المسافة من هنا إلى هنا هي نفس المسافة من هنا إلى هنا، نفس المسافة من هنا إلى هنا، عملية هنا إلى هنا هي نفس من هنا إلى هنا، ومن هنا إلى هنا هي نفس من هنا إلى هنا، عملية التناظر المركزي. عدم وجود عملية التناظر المركزي يعطينا أيضا رتبة ثانية ولكن بدرجة أقل ودرجة أصعب، تسمى إذا تناظرا مركزيا. طبعا البولارايزنج تصبح يكتب بهذا الشكل. طبعا للتبسيط نحن مفروض بأن الإي على طول يعني على أول المجال أو دائما هي إي، لأنه كما تحدثنا تكون متناظرة، إذا إي تربيع إي تكعيب إلى آخره. في هذه الحالة طبعا أنا هنا هذا علم يعني في الكريستال فوتونكس يعني أو علم البلورات الضوئية، إن شاء الله سأتحدث عنه إذا ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا العمر ومكنني بحول الله وقوته بأن أكتب عن الكريستال فوتونكس، يعني سنستطيع أن نتحدث عنه أو سنتكلم عنه بطريقة إن شاء الله نوضح، نعم يعني نوضح فيه كل القوى السيريس يعني كل السلسلة الموجودة. وأنا هنا سأقتصر عن المرتبة الثانية في هذا الطرف. في هذا الطرف نفرض أن المجال دائما هو يعني في الطرف فين، سواء من الإكس الموجب أو الإكس السالب، هو دائما موجود. طبعا في حال كان هنا سالبا فهو السالب يجعله موجب، وهنا السالب يبقيه سالبا فتصبح سالبا من موجب، يعني هذه العملية. طبعا في حال كان الثالث أيضا له يعني له عدة تطبيقات، إذا كان الثالث يعني إذا كانت العملية سالبة فيصبح الثالث سالب، لأنه الأس كما هو واضح أس فردي فيصبح سالبا، يعني لها عدة تطبيقات إن شاء الله سنتحدث عنها في الكريستال فوتونكس بحول الله وقوته. يبقى ثابتا بغض النظر من أي اتجاه قد سقط. طبعا هنا الآن عندنا هذه العملية، عملية التهجين الضوئي أنا أسميها. كيف أنه يمكن أنا من ضوء واحد مسلط باستخدام عدة أنظمة من المرايا، باستخدام يعني عدة مرايا، أنا أحوز على عدة ألوان. يعني لاحظ هنا عندك اللون الأخضر 1064، اللون الأحمر عفوا 1064 نانومتر، وهنا طبعا أصبح نصفه 532 نانومتر أخضر، سلط هنا باستخدام طبعا باستخدام طبعا قطع إلكترونية، باستخدام الآن عدسات ومرايا من أنواع معينة، أصبح اللون برتقالي، هنا اللون الأحمر. يعني لاحظ أنه يمكن لي أن أتلاعب في الضوء بشكل كبير. يعني هنا في هذا الكلام البلورة، حسب البلورة التي سوف أستخدمها، البلورة الكريستال التي سوف أستخدمها، أستطيع أن أولد ضوءا أو عدة أشكال وعدة ألوان من الضوء من خلال استخدام ضوء واحد. يعني لاحظ كيف يمكنني أن يعني أن أوفر طاقة. يعني أنا دائما أستخدم الضوء الأحمر، أستطيع أن أولد أن أولد ضوء تردده أقل، أو ضوء عفوا تردده أكبر، إذا طاقته تكون أكبر من خلال استخدام البلورة. هذا هو سبب اهتمام العلماء وإقبالهم بشدة على عالم الكريستالز، سواء في هندسة المعادن. وأنا أعتبر هندسة المعادن هو علم، يعني هو علم وشته، يعني هو فعليا هو علم تطبيق الفيزياء أو الكيمياء على المعادن من أجل هذا، من أجل البلورات. وأتمنى إن شاء الله أن نسمع العلماء منكم إن شاء الله يهتمون بعلم هندسة المعادن، هو علم مهم جدا 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 وذو تطبيقات واسعة جدا في العالم الحديث.
طبعا من هناك شفنا أن الرتبة الثانية من البصريات اللاخطية هي الأهم والأبسط. أهميتها تكمن في بساطتها، يعني بساطة العملية. إذا second order non-linear optics it is the most important part of non-linear optics. إذا الرتبة الثانية من البصريات اللاخطية هي أهم رتبة في هذا العلم، لأنها بسيطة جدا ولها تطبيقات واسعة ولها نتائج كبيرة ومؤكدة. طبعا الترابط البصري التلقائي استحدث عنه بشكل سريع، Optical Autocorrelation. طبعا هو الأوتوكوريليشن موجود في عدة تطبيقات، في الهندسة الصوتية، في الاقتصاد، في الإحصاء. هنا نتحدث عن الترابط البصري التلقائي. عندنا طبعا هنا هذا النظام الضوئي BS، يعني أقصد بها بيم سبلاتر. بيم سبلاتر أو هي يعني فاصلة الحزمة الضوئية. هنا طبعا هنا وصلت أنا الضوء على هذه المرآة، على هنا البيم سبلاتر. سيقسم الضوء إلى نصفين، طبعا نصف يذهب نحو هذه المرآة الأولى M1، وM1 تكون مرآة قابلة للتحريك، قابلة للتحريك، وسوف ينفذ منه ضوء يذهب إلى المرآة الثانية التي تكون مرآة ثابتة. طبعا هنا أنا عندي هنا هذا الضوء، أستطيع التحكم به إلى الأمام أو يعني إلى الأمام أو إلى الخلف في هذا الضوء، فأولد ماذا تعو؟ أولد فرقا زمنيا. بوجود هذا الفرق الزمني أستطيع أنا أن أتحكم في الضوء، أن أكثفه، أن أجعله يعني أن أكثفه، أن أستفيد، يعني أن أضمن الموجود. لو نتحدث عن الهندسة الكهربائية مثلا أو هندسة الاتصالات، أستطيع أن أضمن الموجة في هذا. لو أصبح عندي فرق في الزمن، أستطيع أن أضمنها معلومات أكثر أو أقل تبعا لما أريد أنا كمهندس. طبعا هنا لاحظ هنا اسمه عندي فرق التاو. هنا أضع العدسة، هنا SHG second harmonic generation، ها هنا أضعها، هنا اللينز، طبعا هنا الاف يرمز له بالفلتر، وهنا أضع الدي detectors أو كاشف بصري من نوع خاص. لو استخدمت نفس النظام بهذا الشكل فتنفذ الضم. هنا يحصل عندي الفرق بحيث أعمل على تكثيف الموجات المسلطة فأستفيد منها قدر الإمكان. طبعا هنا التايم ديلي، هنا في حالة التايم ديلي بدون تطبيق هذه الفكرة تعطيني شكل الموجة بهذا الشكل. في حال طبقت أنا هذه الفكرة Optical Autocorrelation Time Delay، لاحظ كيف أنني استطعت أن أضمن هذه المعلومات ضمن هذه الموجة، ضمن هذه الموجة التي تكون أصغر بكثير من الموجة الأصلية، وتسمى هذه بالميكلسون Optical Correlations، وهي يعني نظام ضوئي مشهور اكتشفه العالم ميكلسون. إذا كان هذا الفيديو عن الليزر، لا تبخلوا علي بعمل الشير واللايك أحبتي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.